افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن الصناعي في الشرق الأوسط الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية وزير الداخلية معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة. عند وجود الأمن حتما نجد الاستقرار المنعكس إيجابا على بيئة العمل وبالأخص الشركات الرائدة التي يستوجب أن تدعم بجميع وسائل الحماية والسلامة لتحقق أسمى أهدافها من ربح ومنافسة. ليأتي مؤتمر ومعرض الأمن الصناعي في الشرق الأوسط في إطار جهود الجمعية الدولية للأمن الصناعي للارتقاء بالنواحي الأمنية والمهنية، ليكون ذلك في تبادل المعلومات وبحث أهم التطورات والوقوف على آخر المستجدات في الأمن الصناعي. في المؤتمر عرض آخر ما توصل له العلم من تكنولوجيا الأمن، وطبعا فيه في المؤتمر هذا تركيز المرة هذه على موضوع التكنولوجيا. التكنولوجيا طبعا إنيبلر، مساعد في حفظ الأمن. فالعارضين في تركيز برضو في المحاضرات التي سوف تكون على هامش المؤتمر على موضوع التقنية الحديثة وأهميتها في رفع المستوى الأمني. عدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية استعرضت منتوجاتها وخدماتها التي تتمحور حول حماية الإنترنت وإدارة المخاطر وكاميرات المراقبة والدوائر التلفزيونية المغلقة وحماية المنشآت الحيوية وغيرها من الخدمات المهمة ذات العلاقة بالأمن الصناعي. الشركات المشاركة، عندنا شركات مشاركة كنوليدج بارتنر اللي هم مشاركين في المعرفة، نسميهم مشاركين للمعرفة وللتعليم، من شركة أرامكو السعودية والشركة الخليج للبتروكيماويات في مملكة البحرين. وعندنا شركات اللي هي شركات العارضة، الشركات اللي جاية تقدم عنا المنتجات الأمنية اللي متخصصة في المجال الأمني، من كاميرات، من سياجات، من نظام طائرات الدرونز. في دورات تدريبية وورش عمل مصاحبة للمعرض يستفيدون منها المهنيين من خلال حضورهم لهذه الورش يعني في كل المجالات الأمنية. كذلك المعرض فيه المنتجات الجديدة في مجال الأمن الصناعي. المؤتمر والمعرض المصاحب تكمن أهميتها في دعم قدرات الشركات الرائدة في منطقة الخليج العربي في ظل التحولات والتغيرات المتسارعة بالمنطقة، وذلك من أجل حماية بناها الأساسية وحماية أنظمتها المعلوماتية وملكيتها الفكرية حتى تكون قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية وتحقيق أعلى نسب الربحية. الأمن الصناعي في الشرق الأوسط عنوان ينهل منه أهمية حفظ الأمن والسلامة بأنواعها المعلوماتية والتكنولوجية في خضم المنافسة التي تشهدها الشركات الصناعية العاملة بمجالاتها المختلفة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.